فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. Your Excellency Gahr Støre, Prime Minister of the Kingdom of Norway. Distinguished guests. Today we mark a landmark step in green energy for Egypt, Africa, and with the technology introduced today, the world. وللمزيد عن مشروع اليوم والذي يأخذ مصر في مصاف الدول المصنعة للوقود الأخضر أدعو الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لإلقاء كلمته فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، سعادة السيد يوناس جار ستورة رئيس وزراء النرويج، السيدات والسادة الحضور، بداية يسعدني ويشرفني حضوركم الكريم في افتتاح المرحلة الأولى من مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يعد من الأحداث الهامة في فعاليات الدورة 27 لمؤتمر الأطراف كوب 27. وتتمثل أهمية هذا المشروع أنه باكورة المشروعات في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر من الطاقات المتجددة وفقا للخطة التي وضعتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لوضع مصر كمركز استراتيجي لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في المنطقة. وقد بدأت الوزارة في تنفيذ هذه الخطة على عدة محاور رئيسية على التوازي، وهي وضع استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر والعمل على توفير مساحات الأراضي اللازمة لإقامة محطات الطاقة المتجددة اللازمة لتنفيذ مشروعات تجريبية ومن ضمنها هذا المشروع. وقد تم بالفعل توقيع مذكرة التفاهم المعيارية مع عدد من المستثمرين وتجهيز مستندات التعاقد اللازمة للمشروعات مع أحد المكاتب الاستشارية الدولية، ومن المستهدف توقيع الاتفاقية الإطارية مع بعض المستثمرين الذين استوفوا الدراسات المبدئية للمشروعات خلال فعاليات مؤتمر المناخ. السيد الرئيس، الحضور الكرام، تمثل الطاقة أحد أهم السبل لتحقيق تطلعات الشعوب نحو مستقبل أفضل، وذلك باعتبارها المحرك الرئيسي لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعمل على تحقيق طموحات الشعوب التي ترتبط ارتباطا وثيقا بمدى توافر الإمدادات الآمنة من مصادر الطاقة. وقد استطعنا على خلفية الاستقرار السياسي اتخاذ عديد من الإجراءات والسياسات الإصلاحية بقطاع الطاقة، وكان من أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائيا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية، حيث تم خلال السنوات القليلة الماضية إضافة ما يزيد عن 30 جيجا وات من الطاقة الكهربية. كما قام قطاع الكهرباء بإجراء العديد من الخطوات التنفيذية لتحقيق التحول الكامل إلى مرحلة أكثر استدامة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، تحقق تأمين التغذية الكهربائية لمواجهة الزيادة المضطردة في الطلب على الطاقة وتلبية متطلبات التنمية الشاملة المستدامة على أرض مصر. وقد أخذت قضية الطاقة بكافة أبعادها مكانها المناسب في قلب وعقل الدولة المصرية، إدراكا منها لأهمية ملف الطاقة والتي تمثل الركيزة الأساسية لمستقبل الاستقرار والتنمية في مصر، وأنها بمثابة أمن قومي للشعب المصري العظيم. هذا وتتمتع مصر بثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة، والتي تشمل بشكل أساسي طاقات الرياح والطاقة الشمسية، حيث يبلغ إجمالي الساعات المحتملة حوالي 347 جيجا وات من طاقة الرياح وفقا لأطلس الرياح العالمي، كما أن هناك إمكانات هائلة من الطاقة الشمسية تصل إلى حوالي 647 جيجا وات. وعليه فقد وافق المجلس الأعلى للطاقة في مصر في عام 2016 على استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035، والتي تعتمد على السيناريو الأمثل الذي يحقق توازن الطاقة المطلوب في مصر. بناء على نتائجها يمكن لمصر أن تولد أكثر من 42% من الطاقة المتجددة في عام 2035. كما يحظى الهيدروجين الأخضر أيضا باهتمام كبير باعتباره مصدرا واعدا للطاقة في المستقبل القريب، وتعمل حاليا لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة في المستقبل القريب في مصر، والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين، مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال، حيث سيتم تحديث استراتيجية الطاقة في مصر لتشمل الهيدروجين الأخضر أيضا كمصدر للطاقة.
هذا ويأتي مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر والذي نحن بصدد افتتاحه اليوم تعبيرا حقيقيا عن سعي مصر للاستفادة من الزخم السياسي والتجاري غير المسبوق الذي يحظى به الهيدروجين الأخضر مع توسع سريع في عدد السياسات والمشاريع حول العالم. السيد الرئيس، الحضور الكرام، اسمحوا لي أن أسرد بعض المعلومات والبيانات عن المشروع الذي نحن بصدده. المشروع يتم تنفيذه من خلال تحالف من شركات إسكاتك النرويجية وفيرتي جلوب وأوراسكوم وصندوق مصر السيادي. قدرة المشروع الكلية 100 ميجا وات من الهيدروجين الأخضر. قدرات الطاقة المتجددة للمشروع 205 ميجا وات من طاقة الرياح و70 ميجا وات من الطاقة الشمسية. موقع مصنع الهيدروجين في المنطقة الصناعية بالعين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسيتم استخدام الشبكة القومية للكهرباء لنقل الطاقات المتجددة من محطات الإنتاج إلى موقع مصنع الهيدروجين. هذا وقد قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبدعم كامل من السيد رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والجهات ذات الصلة باستصدار كافة الموافقات ومنح التسهيلات والحوافز وصياغة عقود المشروع وتوقيعها في وقت قياسي، مما أدى إلى افتتاح مرحلته الأولى اليوم بتشريف السيد رئيس الجمهورية وضيوفه الكرام. السيد الرئيس، الحضور الكرام، أشكر لحضراتكم حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن إلى كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة السيد يوناس جارستورا رئيس وزراء مملكة النرويج، السيدات والسادة الحضور، بداية يسعدني ويشرفني مشاركة سيادتكم تدشين المرحلة الأولى من المشروع الأول لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك على هامش القمة العالمية للمناخ كاب 27. واغتنم هذه الفرصة لأعرب عن خالص التقدير للسيد يوناس جارستورا رئيس وزراء مملكة النرويج، وأن أشيد بالدور القيادي للنرويج في مواجهة تغير المناخ والتعامل مع آثاره، والذي يتضح في التزامها السياسي على أعلى مستوى بدعم عمل المناخ الدولي وتعزيز جهود التحول العادل نحو الاقتصاد الأخضر. ولعل خير دليل على ذلك هو اجتماعنا اليوم لافتتاح المرحلة الأولى من مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر، وهو ما يمثل فرصة للتشاور والتنسيق بين مجموعة كبيرة من الدول الفاعلة على صعيد جهود مواجهة تغير المناخ. ولحاجة التوافق الدولي على المستوى السياسي حول الموضوعات المختلفة التي يتم التفاوض حولها خلال مؤتمرات الأطراف. السيدات والسادة الحضور، من هذا المنطلق وفي ظل الاهتمام العالمي المتسارع بالطاقات المتجددة وتحسين تقنيات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، والتي تزامنت مع الاهتمام العالمي المتزايد بتغير المناخ وارتفاع أسعار الوقود الأحفوري، وفي إطار الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة المتجددة، فقد تم في عام 2016 اعتماد استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر حتى عام 2035، والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالي 42% عام 2035. هذا وقد اتسقت استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والأهداف الأممية 17 للتنمية المستدامة. ويعد المشروع العملاق لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تعتبر من أهم المواقع الجغرافية على مستوى العالم، وهو ما يمكننا من تصدير الهيدروجين الأخضر بسهولة إلى أوروبا ومختلف القارات الأخرى. السيدات والسادة الحضور، لقد اتخذت مصر العديد من الإجراءات لتعزيز الاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقات المتجددة التي تمتلكها مصر، وذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة
من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تحرص الدولة المصرية على تذليل أي عقبات تعوق تلك الاستثمارات ووضع خارطة الطريق لزيادة نسبة تلك الاستثمارات خلال السنوات القادمة. وقد أصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة في مناخ الاستثمار في مصر، ويكفي أن أقول لكم أن هناك العديد من المشروعات جاري تنفيذها في مجال إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وهو ما يؤكد قدرة الطاقة المتجددة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويؤكد دور المؤسسات الوطنية في خلق مناخ استثماري يتمتع بمخاطر منخفضة وتفاعل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية. ومما لا شك فيه أن الربط الكهربائي وتجارة الطاقة يلعبان دورا مهما في تعزيز أمن الطاقة. لذلك تشارك مصر بفعالية كبيرة في جميع مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي وأسواق الكهرباء، كما أنه جاري العمل على مشروع خط الربط الكهربائي بين مصر واليونان، حيث ستكون مصر جسرا للطاقة بين أوروبا بين إفريقيا وأوروبا. ومن الجدير بالذكر أن الربط الكهربائي بين قارتي إفريقيا وأوروبا سوف يعمل على استيعاب الطاقات الكهربائية الضخمة التي سيتم إنتاجها من مصادر الطاقات المتجددة في إفريقيا. وتحرص مصر من المصادر المتجددة، خاصة في ظل ما يتمتع وتتمتع به الكثير من الدول الإفريقية بالعديد من مصادر الطاقة المتجددة غير المستغلة. ومن المنتظر أن تكون مصر أحد المحاور الأساسية لنقل الطاقة الكهربائية النظيفة إلى أوروبا. السيدات والسادة الحضور، كل تلك الجهود توضح سعي مصر منذ وقت مبكر باتخاذ خطوات فعالة في سبيل التحول إلى نموذج تنموي مستدام يتسق مع جهود الحفاظ على البيئة ومواجهة تغير المناخ. ليس فقط إيمانا منها بحق أبنائها وأجيالها القائمة في مستقبل أفضل، وإنما أيضا لوعيها بما يمثله التحول الأخضر من فرصة واعدة لتحقيق التنمية الاقتصادية في العديد من القطاعات الحيوية. وفي ختام كلمتي أجدد الشكر لكم، وأود التأكيد على أن مصر لن تدخر جهدا في سبيل تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الخضراء والوقود الأخضر لما يمثله التحول الأخضر من فرصة واعدة لتحقيق التنمية الاقتصادية في مصر. كما نثمن كافة الجهود من أجل نجاح قمة المناخ العالمية COP27 في الخروج بتوصيات ناجحة قادرة على إظهار وحدة المجتمع الدولي ضد تهديد وجودي لا يمكننا التغلب عليه إلا من خلال العمل الجماعي والتنفيذ الفعال. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. And now with a speech from His Excellency Prime Minister Geir Støre. President Sisi, Excellencies, Ministers, ladies and gentlemen, dear friends. Let me start by stating two facts. حقيقتين، وأنا سعيد أن أذكر لكم أن الهيدروجين الأخضر سوف يكون له دور أساسي في خفض الانبعاثات الكربونية لمستوى صفر، وهذا أصبح حقيقة. ثانيا، مصر ثاني دولة في شمال أفريقيا لديها فرص كبيرة لريادة هذا المجال والتحول الأخضر، فمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وكافة المنتجين للهيدروجين الأخضر يطمحون إلى خفض الانبعاثات الكربونية، واتخذت خطوات جادة على أرض الواقع بالفعل، وشكرا لريادتكم. إذا أضفنا القيادة السياسية لهذه القدرات، نحن نفتح قدرات جديدة للمنطقة وكذلك للقارة الأوروبية لتحقيق المزيد من COP27، فبالتالي يكون لها تأثير إيجابي كبير على التغير المناخي والتنمية والتطور. نحن جميعا على دراية، وقد ذكر السيد الرئيس في كلمة الافتتاحية
أن حان الوقت لاستخدام الهيدروجين الأخضر والتحول النوعي في هذا المجال. هناك العديد من الجهات التي والعوامل التي تؤثر على هذا التحول. ناقشنا هذا المشروع ولقى اهتماما كبيرا منذ شهر يناير حتى أن وصلنا الآن إلى مؤتمر الكوب 27. ونتمنى أن يصبح حقيقة ونحتفي به جميعا. أود أن أتوجه بالشكر للدولة المصرية لتوفير مئات الميجاوات من الكهرباء باستخدام الهيدروجين الأخضر، فبالتالي ذلك بناء على الإجراءات العملية التي اتخذتها الحكومة المصرية وتعهدها تجاه التحول الأخضر. هذا المشروع أحد الخطوات الرئيسية لبدء الهيدروجين الأخضر والتحول النوعي في سوق الهيدروجين الأخضر في أفريقيا، ويعطي أهمية كبيرة وأول الخطى لاتجاه محور الهيدروجين الأخضر في الدولة المصرية من خلال التصدير. مصر سوف تدعم مصر التحول في مجال الهيدروجين الأخضر في أوروبا والخفض الانبعاثات. بالأمس كان لدينا جلسة بشأن الشحن، وهذا يتعلق تماما بطموحاتنا تجاه استخدام الهيدروجين الأخضر. الاتحاد الأوروبي له طموحات كبيرة في مجال الهيدروجين الأخضر، وسكولتك أيضا لديها الكثير من الطموحات، وتشرح لنا كيف يمكن تلبية هذه الأهداف. أنا فخور بكافة الإجراءات من جانب رئيس الوزراء. فمجال الطاقة الجديدة المتنظفة وضعت مصر في مصاف كبرى الدول التي تتخذ إجراءات عملية وواقعية، وهذا يعطي أساسا كبيرا للاستثمارات في مصر مع اتخاذ ريادة الأعمال تجاه التحول الأخضر ليس فقط في مصر ولكن في أفريقيا والعالم أجمع. نحن على قناعة أن مشروعات سكوتك في مصر سوف تصنع وتتيح الكثير من الفرص في مجال أو قطاع الهيدروجين الأخضر، وسكوتك أيضا وتعاونها مع الجهات المعنية الأخرى في المنطقة سوف تعمل على تنمية اقتصاد المنطقة في إنتاج الأمونيا الخضراء. هذا له أهمية كبيرة جدا، وهذا يضع أهمية على الأثر الاقتصادي على المدى البعيد، وكذلك إتاحة الفرص للتدريب وزيادة فرص العمل وبناء القدرات. فالفاعلين الأساسيين في مجال الطاقة الجديدة والطاقة المتجددة يلقون اهتماما كبيرا بالهيدروجين الأخضر بالتعاون مع الجهات على مستوى العالم، وهذا يعطي أساسا كبيرا لاتخاذ موقف أساسي في استخدام الهيدروجين الأخضر. سيادة الرئيس، نحن نتطلع إلى استمرار الحوار مع مصر ومع حكومتكم والجهات الصناعية لديكم بشأن الأمونيا الخضراء وكيف يمكن استخدام الهيدروجين الأخضر وإنتاجه في مصر بعد انتهاء أعمال مؤتمر الكوب 27. ونقدر تماما جهودكم في دعم هذا التعاون. شكرا جزيلا. نعرض عليكم هذا الفيديو كرمزا للتعاون مع الدولة المصرية. It's time to change. The world is at a breaking point. We need to change direction. A change of perspective. A new narrative. The climate crisis demands new solutions. We can create a change for the better. The future is green. And the future is happening now in Africa. Africa is already ideally located for renewable energy. Egypt is taking a driver's seat. But the green transition requires more. We must move from green power to green fuels. Let's change the planet's future. Let's change our ways. As part of this change,
Fertiglobe took the bold decision to decarbonize its global asset base by using water and renewable power to replace natural gas. Egypt was a natural starting point on this journey due to the abundance of renewable resources, a robust infrastructure, and the presence of the Suez Canal as a future hub for green fuels. To do so, Fertiglobe, along with Scartec, the global renewable industry leader from Norway, Orascom Construction, the engineering and construction pioneer, the Sovereign Fund of Egypt, and the Egyptian Ministry of Electricity and Renewable Energy, partnered together to develop Egypt Green Hydrogen. The project is being built by Orascom Construction using Egyptian engineers and state-of-the-art technology combined with Scartec's expertise in renewable energy. And today, Egypt is poised to be a global green energy pioneer with one of the world's largest green hydrogen and one of the world's first integrated green ammonia projects, an unparalleled achievement for the African continent. Located in Ain Sokhna in the Suez Canal Economic Zone, Egypt Green Hydrogen is the first strategic step to facilitate the export of green hydrogen globally, making Egypt the one-stop-shop solution for a key global decarbonization challenge and placing Africa as the future hub of green fuel production. By launching at COP27, the Egypt Green Hydrogen Project is definitive proof of Africa's green energy leadership to the world. Egypt, pioneering the fuels of the future. نستأذن سيادتك يا فندم في افتتاح المرحلة الأولى من مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. This marks the beginning of a new era in green hydrogen fuel production. هذه هي البداية للملاحظات الأخيرة في تدشين مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية. السيد الرئيس السيسي، معالي الوزير ورئيس الوزراء، السادة والأعزاء المتواجدون معنا اليوم وشرفانا وسيدات والسادة الحضور، الوقت قد تغير. النظرة التغيير سيكون بالطبع تغييرا بطيئا إذا نظرنا إلى أهداف الإنمائية والأهداف البيئية التي سوف تنخفض بنسبة 10 درجات مئوية، ونحن سوف نسعى إلى تعزيز الحلول البديلة في الطاقة، ومنها مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر التي تعززها الطاقة المتجددة حتى نصل إلى قطاعات أخرى. بالنسبة لجهودنا نحن وشركاء، فنحن نمضي بخطوة كبيرة اليوم في هذا المشروع، وهذا المشروع الأكبر في أفريقيا، وفيما يتعلق بأيضا التغير المناخ والطاقة وأيضا التنمية الاقتصادية. هنا في مصر نحن هي بالمستقبل، يبدأ الآن. التكنولوجيا متاحة هنا في مصر بأسعار وتكلفة بسيطة، وأيضا التمويل متاح وبمستوى كبير في رأس المال للاستثمار هنا في مصر، ومتاح أيضا. لكن
نحن حاجة إلى الحلول لفك بعض الرموز فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، وهناك بعض الأمور اللوجستية التي نحتاج إلى تطويرها، وخاصة فيما يتعلق بقوانين المناخ والتي تسهل من خطواتنا لتحقيق هذا الهدف. هذه هي فرصة لمصر وأفريقيا أن تأخذ بزمام الأمور ودورا رائدا في هذا القطاع، وخاصة فيما يتعلق بسوق الهيدروجين، ومعنا ومع شركائنا لاستكشاف فرص جديدة وأهداف جديدة لمصر وكذلك للقارة الأفريقية بأكملها. مصر هي جاهزة لتأخذ الإجراء الإداري والريادي هنا نظرا للأسعار التنافسية وأيضا المساحات المتاحة للجميع، وخاص أيضا تخصيص الأراضي وأيضا عملية التشغيل فيما يتعلق بأن تكون الممر الأخضر للهيدروجين. إن هذا يساعدنا في تنفيذ تقديم إنتاج طاقة بأسعار مناسبة هنا في مصر، ولكن أيضا ربما تكون إلى النرويج، والتي كان بدأت فيما يتعلق بتصدير أجهزة متوفرة في النرويج وأيضا في مصر. كل هذا المشروع سيمكننا في استخدام الفرص الممكنة أن ننتقل إلى المرحلة الجديدة والتعامل بشراكة كما أقول أن شراكة مهمة جدا لنجاح هذا النوع من التحول في الطاقة. الشراكة والعمل سويا ستعتبر هي القيمة الأكبر للبداية، لذا أريد أن أتوجه بالشكر للحكومة المصرية على إتاحة هذه الفرصة، وعلى وجه الخصوص الدكتور شاكر فيما يتعلق بالطاقة المتجددة والكهرباء لجهوده وفريق عمله، وأيضا السيد أريا، وأيضا من وزارة المال وزارة المالية التي نحن بحاجة إلى تسهيل إجراءات في ودعمهم في عملية الجمارك وغيرها من الأمور. نريد أن نتوجه إلى الشكر في هذا الفريق من جانب الحكومة المصرية وسيد فالداليان، وشكرا لدعمك فيما يتعلق بتعزيز هذا المشروع وتسريع الخطوات. أريد أن أيضا أتقدم بالشكر لفريق النروي على مهنة ممثلها الدكتور الوزير السفير أدوارد، وأيضا أتوجه بالشكر كل شركائنا هنا، شركاء الإنتاج وأوراسكوم كونستراكشن وغيرها من الجانب المصري. وأيضا أريد أن أؤكد للعالم بأكمل أن هنا في الشركة نحن نعتقد نقلة جديدة في الطاقة الهيدروجين الأخضر، وأن يكون متاحا وتقديم المنتجات للمستهلكين هنا في مصر. هذا المشروع دون دعمكم لن يكون على أرض الواقع، وأن هناك عدد كبير من الإنتاج وكثير من الإنجاز في هذا المشروع، والسعداء بإطلاقه وتدشينه في خضم المؤتمر المناخ 27. نحن سعداء بكل الدعم الذي حظينا به ومن الشركاء وجي ام اف وغيرها من الشركاء الموجودة معنا. شكرا لوجودكم ودعمكم، ايضا فيما يتعلق بالدعم المالي والخبراء لهذا المشروع. ان هذا هو النوع المشروع، يعتبر المشروع الاول الذي يحظى بمؤسسه تمويليه جيده وضمانات ايضا، وتعتبر هي جميعها مقومات اساسيه لنجاح المشروع. واخيرا وليس اخيرا، اريد ان اشكر كل فريق العمل الموجود معنا هنا، ومحمد عامر رائد وقائد الفريق هنا في المنطقة، ولولا جهودهم لن يكون هذا محققا على أرض الواقع. أيضا ملخص الشيء نقول أن هذا النجاح تم من خلال الدعم والتآذر فيما بين الجميع، بزنس أور منهم رجال الأعمال وأيضا الحكومات، وأعتقد أنها مهمة جدا لتحقيق نجاح مهم جدا، لولا دعمكم لن يتحقق. وشكرا. والآن دكتور أحمد حوسي على CIOC. Thank you.
شكرا. أنا أود أن أتوجه بالشكر والامتنان لمعالي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجيهنا بهذه الرؤية أن نكون نحققها اليوم، الذي قدم لنا كافة الأطراف الفاعلة وأن تكون لهم هدف واحد لتعزيز البيئة وكوكب الأرض، وأيضا معالي الوزراء وكل ممثلي الوزارات الذين يحتفلون معنا في هذا الحدث. وبدون أن نتجاهل التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وأولها أن تكون هناك برنامج إنتاج متكامل وتعزيز المشروع بتقديم كل الدعم من الشركاء الموجودين هنا، ولا يمكننا أن نحققه، ويعتبر هو المشروع الأكبر في المنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مصر وأفريقيا سبب لتطوير هذا النوع من المشروعات، مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر، وهذه فرصة كبيرة نظرا للأيدي العاملة والأراضي وأيضا المصادر الطاقة عالية الجودة. كل هذا يكمن في أيضا وجود مساحة ومنطقة استراتيجية منها العين السخنة وغيرها من المناطق التي تدعم توريد الطاقة إلى العالم الأوروبي. كل هذا ناتج عن التعاون وأيضا عملية التعاون والتآذر بين الشركاء من سكاتك وأيضا الشركاء وأيضا المتواجدون معنا هنا الذين يعززون هذا الإطار، ونتطلع إلى خطوات أكثر دقة في مستقبلنا في هذه الرحلة. وأيضا ستكون طاقة الهيدروجين الأخضر هي الرحلة الأطول الآن، وكل الجهود في الوقت الحالي هي تكمن في بناء الخطأ الأساسية، وأيضا يعتبر هذا جزء مهم جدا لما يتعلق بالبنية التحتية وأيضا البنية التحتية والإمكانيات الموجودة هنا في مصر، وتعتبر هي نسبة كبيرة تساهم في اندماجها مع وتكاملها مع طاقة إنتاج الهيدروجين الأخضر. وأيضا ما أقول أنه ربما نحن في مرحلة التقييم والتشييد فهي مهمة جدا، ولكنها ستكون انطلاقة أيضا في عملية تنظيم هذا المؤتمر والمناخ اليوم، فإنه يعتبر جزء مهم جدا لأنه يعني أننا يجب أن ننتقل وإلى عملية التنفيذ الآن، وخاصة التحول في الطاقة والتي نقدمها للعالم طاقة نظيفة، ولا يمكن التحقيق بهذا بدون دعم الحكومة المصرية وكافة الوزارات وعلى رأسهم ورئيس الوزراء ووزارة الطاقة ووزارة الكهرباء ووزارة التخطيط والتنمية، أيضا كل الجهات التي ساعدتنا في إيجاد الحلول وتسريع الإجراءات لتقديم المهمة وإنجاز المهمة في المرحلة الأولية. وأيضا هذا دعم عملية التعاون المتكامل من فريق العمل دكتور شلطان الجابر بوجوده معنا، الذي يعتبر أحد الداعمين لهذا الأمر، وسنستمر في كافة العمل مع الحكومات وأيضا مع الجهات الفاعلة لأن نضع الإطار المناسب لنقلل من عملية المشروعات الأخرى ونزيد من إنتاجية المشروع على طاقة الهيدروجين الأخضر. أيضا فيما يتعلق بالبيئة الاحتياجات من المعروض والطلب، وأيضا ستكون هناك مناقشات وكانت مناقشات بالفعل في هذا اليوم الصباح للتعاون مع شركائنا لنحقق هذا. شكرا، وتطلع إلى رؤيتكم مستقبلا أن نرى تأثير هذه الطاقة الجديدة والنظيفة على العالم، ونأخذ إجراءات فعالة وسنرى النتائج. وشكرا. نشكركم لتشريفنا بحضوركم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد رئيس الوزراء جارش تورو. Thank you. شكرا.